إيه هي المفاجآت اللي أعلنها البنك الدولي عن مصير وملكية الشركات الحكومية؟ وهي التعديلات اللي هتحصل على نظام العمل فيها؟ وإزاي عصر الخسائر هينتهي في شركات الدولة؟ كل ده نعرفه في الفيديو ده، فخليكم معانا للآخر. بانكير، نبض البنوك. في الساعات الأخيرة كشف البنك الدولي أن برنامجه مع مصر والخاص بتنفيذ سياسة ملكية الدولة هيكون معني بالشركات الحكومية، واللي الدولة بتنوي التخارج منها وتحسين الحوكمة فيها. وقال أنه هيتم تنفيذ برنامج بيشمل تعريف واضح للشركات المملوكة للدولة وأساس منطقي لمفهوم ملكية الدولة بما يتوافق مع إجراءات التشغيل القياسية وبما فيها قواعد إنشاء شركات جديدة مملوكة للدولة. وقال كمان أنه هيتم تحويل هيئات اقتصادية ذات النشاط الاقتصادي المحدود إلى هيئات عامة، وتحويل بعض الهيئات الاقتصادية إلى شركات حكومية تعمل وفق قانون الشركات. طيب يعني إيه الكلام ده؟ ببساطة كده هيكون في نظام جديد لشركات الحكومة يخليها تحقق أرقام قياسية وتحويلها من الخسارة أو المكسب القليل إلى تحقيق أرباح قياسية مع التوسع في النشاط. وقال البنك الدولي كمان إن تحويل الهيئات لشركات في بعض الأحيان هيحتاج لإسقاط بعض الديون من خلال خزانة الدولة، وإن ده هيتم تمويله بشكل جزئي أو كلي من خلال شركاء التنمية مع مصر. وكشف التحليل الأولي للبنك الدولي عن الشركات المصرية الحكومية إن 70% إلى 75% من الشركات الحكومية هتفضل في يد الدولة، وده بناء على تطبيقات سياسة ملكية الدولة. ودي المفاجأة اللي كشفها البنك واللي بترد على الناس اللي بتقول ان الحكومة هتبيع كل الشركات في برنامج الطروحات الحكومية، وده مش صحيح، لان المطروح في برنامج الطروحات هو بيع حصص من الشركات مش كلها زي ما حصل في كل الصفقات اللي تمت. طيب البنك الدولي هيساعد في تطوير الشركات الحكومية ازاي؟ شوف حضرتك، البنك قال انه هيركز على الحوكمة والشفافية والحيادة التنافسي في الوقت اللي هتركز فيه الجهات الاخرى وبينها مؤسسة التمويل الدولية على تخارج الدولة من بعض الشركات، وقال ان التخارج من الاستثمارات هيجلب ايرادات كبيرة للدولة. والبنك الدولي شايف برضو ان على المدى المتوسط والطويل الاصلاحات الهيكلية هتؤدي للزيادة المالية في محفظة الشركات الحكومية في ظل الزيادة المستهدفة في ادارتها وحوكمتها بما يجعلها جاذبة للمستثمرين في القطاع الخاص. وكشف كمان ان برنامجه لتطوير الشركات هيشمل وضع مبادئ الحوكمة وتواجد الدولة الاقتصادية من ناحية التشريعات وتكوين مجالس ادارات وادارة التعيينات فيها لتكون مستندة على الجدارة والكفاءة، وتحويلها للتطور والاحترافية وتبني سياسات توزيع الارباح بجانب سن القرار لسياسة توزيع الأرباح للشركات الحكومية واللي يتم تطبيقه تدريجيا. من بين اللي كشفه البنك الدولي بخصوص برنامج تطوير الشركات مع الحكومة المصرية هو تبني سياسة توحيد السنة المالية لجميع الشركات الحكومية وإخضاعها لسياسات محاسبة واحدة وهي معايير المحاسبة المصرية. طيب ممكن حد يسأل ليه البنك الدولي بالذات بيتدخل في تطوير الشركات المصرية؟ هنقول لحضرتك ان البنك الدولي داخل في شراكة وتمويل مع مصر بحوالي مليار دولار لتنفيذ برنامج وثيقة ملكية الدولة، وبموجب التمويل هيتم تدشين وحدة مركزية لإدارة الشركات الحكومية وفصل الملكية عن الإدارة. وبحسب قاعدة بيانات البنك الدولي اللي أساسها بالشراكة مع مصر ضمن الاستعدادات للبرنامج، فبيوصل عدد الشركات الحكومية لأكثر من 1000 شركة، وده في الوقت الحالي. الخلاصة ان البنك الدولي بينفذ برنامج لتطوير الشركات الحكومية بالتعاون مع الدولة المصرية، واللي هتوصل في النهاية ان 1000 شركة اللي في مصر انتاجهم هيزيد ويحصل فيهم توسع كامل والاستعانة باحدث نظم الادارة لتحقيق ارباح قياسية. وشوف 1000 شركة ممكن تعمل ايه بجانب ان اغلب الشركات دي هتكون في ايد الدولة المصرية. كان معاكم مصطفى ابراهيم من بانكير. بانكير، نبض البنوك.